بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو سنتعلم الطريقة الصحيحة للاستعلام أو الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني. طيب، كل اللي عليك هتبدأ تدخل على المواقع اللي هسيبها لك في الديسكريبشن في أسفل الفيديو، وهتبدأ تجيب النتيجة عن طريقهم باتباع الخطوات اللي انا هنفذها امامك الان. اول حاجة هنبدأ نجيب النتيجة من على موقع وزارة التربية والتعليم. كل اللي عليك هتبدأ تدخل على الموقع، بعد ما يظهر لك الموقع بالشكل ده كده هتبدأ تنزل معايا تحت لحد ما اصل لاخر تبويب اللي هو فيه المدارس واولياء الامور والطالب والمعلم. هاجي هنا على الطالب، هتلاقي مكتوب الان نتيجة الثانوية العامة، هبدأ اضغط عليها هيبدأ يظهر لي الموقع بالشكل ده كده. كل اللي عليك تبدأ تجي هنا وتكتب رقم الجلوس، بعد ما اكتب رقم الجلوس هبدأ اضغط على كلمة عرض النتيجة، هيبدأ يعرض لي النتيجة بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم حاليا. طبعا موقع وزارة التربية والتعليم في ميزة افضل من موقع اليوم السابع، من موقع الدستور، من مواقع تانية. كل اللي عليك هنا لو عايز تطلع على مؤشرات النتيجة بتضغط هنا عشان تعرف ترتيبك على مستوى الجمهورية، الترتيب كام بالظبط، اللي هو ادي الجمهورية اهو، ترتيب الطالب ده 75621 على مستوى الجمهورية. طب الترتيب ده بيفيدني في ايه؟ بيفيدني لو انا ليا في احصائيات المعدل التكراري هبدا اصل للكليات اللي انا هبدا ادخلها، وكمان لان في طلبه راسبين، لكن الطلبه دول من حقهم ان شاء الله باذن الله هيلتحقوا بكليات المرحله الاولى. طيب لو انا مثلا عايز اجيب نتيجه ثانيه، بضغط على الصفحه الرئيسيه بيبدا يرجعني للصفحه الرئيسيه، بعد كده اروح للموقع اللي هو خاص باليوم السابع. لو انت عايز تجيب النتيجة من هنا، كل اللي عليك بتدخل برضو على الرابط ده، ورابط موقع اليوم السابع هسيبه لك في الديسكريبشن في اسفل الفيديو. بعد كده هبدأ اكتب رقم الجلوس، بعد كده هبدأ اضغط على النتيجة، يبدأ يعرض لي النتيجة اهو، ادي الاسم وادي المدرسة وادي الادارة وحالة الطالب ناجح، نوعية التعلم طالب، الشعبة ادبي، ويبدأ بعد كده يجيب لي كل درجات المواد اللي انا كنت راسب فيها. وبكده يكون عرفنا ازاي نجيب نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالنسبة من موقع وزارة التربية والتعليم، وكذلك من موقع اليوم السابع. دمتم في امان الله وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.